يعني الجمهور كله مبسوط من الحفلة، الحمد لله. الأعضاء مبسوطين من الحفلة، وده وضع طبيعي. لكن في ناس تانية قد لا يبدو الأمر ليهم علاقة بالحدث، لكن لما تشوف تأثير الحدث عليهم هنعلق بعديه، لأنه كان بالنسبة لي مفاجأة. ولا يا أستاذ إبراهيم؟ طبعا، يعني شفنا ردات فعل كتيرة جدا في مختلف البرامج على الانبهار باللي الأهلي عمله، التقدير للي الأهلي عمله، الشكر والامتنان. كل المشاعر دي لما بتطلع من أهلوية مفهومة لأنها طالعة من المنطقة نفسها، لكن الحياة لما بتطلع من قبل منافسين أشقاء، لا، لازم نقف وهشام جمال يسمع بنفسه. روح بقى ايه لحفلة الأهلي، ايه الشياكة دي وايه الرقي ده وايه الجمال ده؟ حاجة رائعة. انا قعدت متسمر كده قدام التلفزيون ساعتين، ايه النظام ده؟ ايه الشياكة دي؟ ايه الإخلاص ده من النادي الأهلي؟ ان هو في حاجات امبارح، يعني انا غير بقى الشياكة والستيج وكده، لا، النادي الأهلي امبارح ادى دروس كتير جدا وادى رسائل كتير جدا جدا. اول حاجة النادي الأهلي كرم الراحلين، اللي مش كرم والدة محمد عبد الوهاب عن ابنها محمد عبد الوهاب اللي رحل عنا من فترة كبيرة، وده خلاني والله وانا قاعد بتفرج قعدت اعيط وحياة ربنا. يعني في موقفين امبارح انا قعدت اعيط، يعني انا بحب الوفاء. تكريم محمد عبد الوهاب دي رسالة كبيرة جدا، لقطتين كده عيطت فيهم، اللقطة دي بتاعت محمد عبد الوهاب ووالدة محمد عبد الوهاب، واللقطة بتاعت الأستاذ محرم الراغب بيكرم المهندس عادل القيعي برضه، إن الراجل يعني برضه لا يقل عن 50 60 سنة برضه جوه النادي الأهلي في كل المراحل الحياتية للأستاذ محرم الراغب والمهندس عادل القيعي. تكريم مؤمن سليم نجم النادي الأهلي، إن ربنا كلنا يعني كلنا بندعي ربنا إن هو يتم شفائه. دي حاجات مؤثرة جدا. بالإضافة بقى لإيه؟ النادي الأهلي دعا كل رموزه، كل أجيال النادي الأهلي أنا اتفرجت عليها امبارح. النادي الأهلي بعت لي دعوة إن أنا أحضر حفلة النادي الأهلي امبارح، بس طبعاً لظروف شغلي وفي سواء في نادي البنك الأهلي أو هنا في البرنامج ما عرفتش أروح، بس أنا لما اتفرجت كنت مبسوط جداً. يعني تتوقع هذا التأثر وهذا التقدير من ناس اهلاويه بينحازوا وبيدوروا بيتلككوا انهم يحبوا الحاجه، صح؟ لكن لما يكون راجل قاعد بعين الناقد، بقى هتعملوا لنا بقى وتسرق. يعني في واحد غيره قال لك انت عاملها عشان تسرق فرحه الزمالك، حد غيره يعني فكر بهذا الاسلوب، لكن هو قاعد كل الرسائل وصلت له بمعناها الحقيقي. وهنا بخش لما تكون سليم الطويه، صحيح، حلوه سليم تشوف الطويه دي. تشوف الامور في حجمها الحقيقي. لا الاهلي متشغل بالمكايده ولا يعني بيسطح الامور قوي كده.